إذا خلال هذه الليلة الصقيع والجليد كذلك سيتكون على المرتفعات والهضاب مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة حتى خلال الصباح الباكر خلال يوم الغد. إذا مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله أجواء مشمسة على الواجهة الغربية والوسطى، ولكن بعد انقشاع الضباب على السواحل وكذلك المرتفعات والسهوب. بقايا الاضطراب الجوي سيخص الواجهة الشرقية، سحب سفلى كثيفة خاصة على الواجهة الساحلية، احتمال لبعض الأمطار. سحب كذلك ستنتشر تكون كثيفة خلال أمس على منطقة تندوف الحدود المالية الجزائرية مع هبوب رياح قوية، مما تعمل على التطاير لرمال على الصحراء الوسطى. أما درجات الحرارة خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد إن شاء الله 7 درجات دون الصفر على ولاية السعيدة، كذلك البيض 4 درجات دون الصفر على تيارت، 6 درجات دون الصفر على كل سطيف، قلمامي، لخنشلة، سقراس، وحتى على ولاية باتنا. مقاييس ما بين 3 درجات لغاية 5 درجات على السواحل. نفس المقياس على الصحراء الوسطى، مرتفعات الهوغار والتاسيلي 9 درجات على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في ارتفاع طفيف خاصة على الواجهة الساحلية، مقاييس ما بين 16 لغاية 17 درجة، لكن تنخفض دائما على الهضاب، مقاييس ما بين 6 درجات لغاية 7 درجات، ننتظر 12 درجة على ولاية بشار، 18 درجة على الجنوب الغربي وكذلك الجنوب الشرقي، 27 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الغربية، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. بحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى، رياح كذلك ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. بينما بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب ليتحول إلى كثير الاضطراب خلال الليل إن شاء الله على الواجهة الساحلية الشرقية، رياح قوية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. طقس بارد خلال يوم الغد إن شاء الله على موريال بكندا مع 11 درجة دون الصفر مع أجواء مشمسة. سحب سفلى كثيفة على واشنطن مع 6 درجات، ثلوج على دالاس مع درجة الصفر، أجواء مشمسة على مكسيكو مع 26 درجة. شروق الشمس على مستوى العاصمة خلال صباحة الغد إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 57 دقيقة، والغروب في تمام 6:12 أقول مساءً. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.